احكي معك جد، ايش مالك؟ ما في. بحكي معك جد، لازم جد تحكي. بحكي معك جد، اوكي؟ يلا كمان مرة. كنا كل نحكي من سجل. حينزل. بحكي معك جد، ايش مالك؟ ما في اشي. ما في جوان بلا هبل، ايش مالك؟ انا اليوم طلعت العلامات، وانا طلعت علامتي مو حلوة ومخبصة بامتحان الرياضيات. عادي مو مشكلة، كلنا هيك ممكن يصير فينا. كيف يعني عادي؟ انا البنت الشاطرة بتنزل علاماتي. عادي مو مشكلة، لكل جواد كبوة. بس انا والله العظيم ما بحب تنزل علاماتي، هيك بتبهدل من ماما وبابا وبضلني زعلانة. اصلا انا ما بدي احكي لهم اني جبت علامة مو حلوة بالرياضيات. بصير عادي اختي نخبي عن ماما وبابا علاماتنا؟ عمرهم ما عاقبونا على هيك اشياء، هم ما حيعاقبوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله. بسم الله. شو الاخبار؟ حلوة. والصحة؟ حلوة. مالنا؟ واحد اللي بتجاوب واحد اللي بتجاوب والثاني لا. ايش جوجو كيف حالك؟ شو مالك؟ كيف يعني ما في شيء؟ طمنوني كيف الدراسة؟ كتير منيحة. وطبعا حنعرف كم علامات ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. جوجو كيف دراستك يا بابا؟ منيحة منيحة. لا منيحة معناته في إشي يا بابا؟ بجنن دراستي هذه. هيك لحد أكيد يا جوجو؟ أكيد. بسم الله. آها معلمتك بترن بابا. السلام عليكم. أهلا يا مس. تمام الحمد لله، الله يحفظك بخير. لا خذ راحتك، بالعكس أهلا وسهلا. كيف؟ اها تمام. توهت. طيب يعني بدك تطلب خير ان شاء الله. اشكرك، الله يبارك فيك. شكرا، اشكرك لاهتمامك وحرصك، الله يحفظك. شكرا. مع السلامه. حكيت معي معلمتك، حكيت لها عن علامة الرياضيات، قل لي انه انت مو مضبطة في الامتحان، صحيح؟ طيب بتقول هي بتعرفك انك انت طالبة مجتهدة واثقة بقدراتك، بتقول يبدو انه كان في عندها مشكلة في الامتحان. كان اجيت قلتي لنا يا بابا انا كان عندي مشكلة في الامتحان. بس انا بخاف تعاقبوني. سبق انه عاقبناك احنا يا بابا؟ بس انا هيك خايفة. طيب يا بابا، احنا ما عمرنا عاقبناك على علامة ولا على غيرها، بس كان الاولى فيك انك تيجي تحكي لنا، ما تخبي عنا، صح يا بابا؟ مش احنا دايما متفقين انه اي اشي بصير معانا نخبر ماما وبابا وما بنخبي عليهم؟ ليش طيب انت عملتي هيك؟ بس انت عندك بس لاني خايفة. خوفك بابا هذا ما دافع عنك، بالعكس خلى المس تحكي معاي وتحرجني انا كمان. بالعكس فبابا ما بدنا هذا الموقف يتكرر. إذا بدك أي شيء بابا. إذا بصير معك يا بابا أي شيء بتيجي تحكي لنا مباشرة. الله يبارك. تمام؟ يلا أنا جيت من الدوام لحد هلا ما تغديت. جهزوا لنا الغداء. يلا ساعدوا ماما وجيبوا لنا الغداء. شو أنت كنت معاي في الدوام؟ أنت ليش لابس قميص زيي؟ هاي زي هذا. تشبه بعض. يا الله، طب هلا انا شو بدي اعمل بحالي؟ حكت انها رح تحكي لابوها يحكي مع ابوه، وانا يعني انا مش بالقصد ضيعته، يعني انا ما اخذته وضيعته ولا رميته. جوان. نعم. كيفك يا بابا؟ الحمد لله. شو اتفقنا احنا هذيك اليوم؟ ايش اتفقنا؟ بابا على انه اي شيء بصير معك تيجي تحكي لي اياه، ما تحطيني بمواقف محرجه يا بابا. معلمتك هذيك اليوم حكت معي وسالتني عنك، مش احنا اتفقنا نكون صادقين ما نخبي بابا وماما اشي؟ ليش مضيعة كتاب صاحبتك لما؟ والله يا بابا ما كان قصدي، والله اخذته بالفرصة وبعدين حاول قرأته، والله ما ضيعته بالقصد، والله.
طب وين راح الدفتر العاد؟ وين راح الكتاب يا بابا؟ ما بعرف. طب يا بابا كان اجيتي قلتي لي يا بابا صار معي 1 2 3، كان على الاقل جبنا لها كتاب غيره، تواصلنا مع الاداره، لقينا لها حل. بعدين يا بابا انت بتحرج حالك وتحرجينا معك. بابا لما واحد يفكر غير لما يكونوا مجموعه عم يفكروا مع بعض في حل المشكله، انت بنوت لحالك عم بتحاول تحل المشكله ما حتزبط معك. لو اجيتي استشرتينا احنا امك وابوك العيله كلياتنا بنحكي في الموضوع بنشوف لك شو الحل. بس هيك بابا انت عملتي غلط على غلط، ضيعتي الكتاب وخبيتي عنه. المره الماضيه وعدتيني يا بابا انه نحكي مع بعض في اي مشكله بتصير، صح؟ صح. وهيك اتفقنا. شو اللي اختلف؟ ما اختلف شيء. جوجو بلاش بكره تصير تكبر معاك المشاكل وانت ما بتعرف تحليها لحالك، لازم تخبرينا يا بابا. انا اعتذرت لابوها قلت له اللي بدك اياه انا حاضر فيه، وبكره انه يا بنروح عند الاداره ونشوف حل الموضوع عشان المس كمان ما تعاقبها واجباتها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. صباح الخير، كيفكم يا حلوين؟ صباح الخير يا جوجو، كيفك يا بابي؟ شو اخبارك؟ يلا بابا يلا يلا دوام. ايش تعبانه؟ سلمان شو مالك بابا؟ مريضه بطني بيوجعني. ليش بابا سلمان؟ ايش مالك بابا؟ بطني بيوجعني. من شو يا بابا؟ ما بعرف. معقول بردت اليوم بالليل؟ ممكن. طيب ما بتقدر تروح المدرسه؟ لا. شو رايك اعملك ميرامية؟ لو سمحت. يلا خليها لك ميرامية واجيب لك اياها. نعم يا لولو. بدي ايش حبيبتي؟ جوان مش لانها ما بدها تروح على المدرسة لانها تعبانة. ولا؟ لانها خايفة. شو؟ خايفة. من شو خايفة؟ لانه في بنت بتضل تضربها. كيف يعني تضربها؟ تضربها. طيب؟ عشان هي اليوم ما بدها تروح لانها خايفه البنت تضربها كمان مره. بنت بتضربها بالمدرسه يا بابا؟ اه. طب وين المعلومات عنها؟ وين المديره؟ ما بعرف، بس هي حكت لي اني ما احكي لحدا، بس عشان مصلحتها انا ما بدي افشي السر، بس عشان من هذا لاني بحبها ولانها اختي حبيبتي. طيب يا كل مره عليك، انا هلا بروح اشوف شو مالها. أشكرك يا بابا لأنك نبهتيني، شكراً. خلينا نشوف. جوان؟ قلت لي أنت تعبانة صح؟ صح. وأنت بنت بابا أنا بعرفك صادقة مزبوط؟ مزبوط. شو الكلام اللي سمعته أنا عنك قبل شوي؟ إيش؟ البنت في بنت بتخوفك من المدرسة؟ يا الله يعني بتضل تحكي الأسرار. بابا كيف أسرار يا بابا؟ كيف أسرار؟ إحنا متفقين يا بابا 10 مرات، 11 مرة، 20 مرة بابا إنك ما تخبي علي إشي. بابا هذا إشي ما بصير تخبيه عني يا بابا، بنت بتضربك يا بابا بتيجي تحكي لي بتقولي لي في بنت بتضلها تضربني، طول ما انت بابا بتخبي هي حتضلها تضرب فيكي. طول ما انت عم بتخبي عنا هي حتضلها تستقوي عليكي. لما تيجي تحكي لنا احنا نعرف كيف نتفاهم معها. وانا اليوم يا بابا بعرف كيف اتفاهم معها. وانت يلا قومي البس عشان تروحي معي على المدرسة. يلا قومي. اهلا يا جوجو. اهلا يا بابا. اهلا بابا، لو سمحت ممكن احكي لك بشغله؟ تفضلي حبيبتي تفضلي. صاحبتي اللي يعني وحده بالمدرسه صورتني بحصه الرياضه وانا مو عارفه وشعري مش مرتب، راحت حكت راح انشرها على كل عند كل الناس واللي بيتابعوني على السوشيال ميديا وانا مش مرتبه. شو عملتي معاها؟ ما بعرف شو اعمل معها. بابا برافو عليك انك انت جيت حكيتي لي. طب هي كيف جابت التليفون معها على المدرسه؟ ما بعرف. مش ممنوع؟ بس ما بعرف كيف جابته. طيب يا بابا انا اليوم ان شاء الله باجي عندكم على الاداره وبحكي مع المديره والمدير وخليهم يتفاهموا معاها ويتفاهموا مع اهلها. لانه بابا ما بصير. هاي خصوصيه صح؟ صح. هذا شيء بخصك انت صورتك الخاصه وانت بتحبي تظهري بالشكل اللي بدك اياه، مو الشكل اللي هي تختار لك اياه. بس برافو عليك يا بابا انك انت ما قبلتي تهديدها وما قبلتي انها خوفتك وجيتي حكيتي لي، عشان قلنا لك لما تحكي لنا يا بابا بنعرف نحل المشكله مع بعض. وبعدين يا بابا لا تخافي، انت عملت اشي غلط؟ لا. اذا انت بابا طالما انك انت عامله اشي صح مو عامله اشي غلط لا تخافي، ان شاء الله الموضوع بنحل. وكويس كمان مره بقول لك انك اجيتي حكيتي لي وما خليتيها تضلها تخوف فيك او تهدد فيكي فيها.
شطورة يا بابا، أحسنتي. يلا نروح المدرسة نشوف شو الموضوع. يلا بسم الله. بس بابا خوفك هذا، خوفك ما هذا. بابا خوفك هذا ما دافع عنك، بالعكس. ما دافع عنك بالعكس. سامع حتى فاز بقول لك. ايه ده بدي احكي، انا بمثل المقطع. جوان؟ نعم. قلت لي انك تعبان صح؟ صح.